ثبت في الصحيحين صحيح عند أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم زوج رجلا فقيرا بما عنده من القرآن ثمانية سن هذه السنة الحسنة من يهين الملكام سنة متقبر زاري بن يزمان أين من يزوج الصالح من يطرن صيم أين من يبحث من لابنته عن ذلك يعني الشاب الملكام تقي نقي هنا سو فيعطيها ويسلمها إليه. تقول السير تارك لال في مجلس سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قرأت حلق عليه يحضره عشرات بل مئات من الشباب الصالحين بمتوتش من قطر درسوتش يجنالو انقطع شاب من الشباب عن الحضور يوما كدرسوتش عنده كقرأتي قرأ فلما حضر بعد أيام سأله سعيد كقنات بوهالا وده قرأت سمال لسعيد ضيقه أين كنت يا أبا وداعة يثنبرك يا أبا وداعة له أين كنت يا أبا وداعة يا أبا وداعة له قال على ماتت زوجي مستيموتا وانشغلت بدفنها وعزائها فقال سعيد سعيد مالو رحمه الله, الله هل أخبرتنا لم حتى نعزيك ونواسيك متى ندمنا صنعنا ندمنا ثم قال له كزام مالو هل نويت بأمر بعدها أصوابها لا للي ما قبت على مالو هل عزمت على زواج بعدها لم تقلنا تداري ميازا على مالو قلت ومن يزوجني ما ندري مالو وأنا لا أملك إلا ثلاثة دراهم قال سعيد سبحان الله ثلاثة دراهم لا تعص مسلما الله أكبر الله أكبر ثلاثة دراهم درهم لا تعص مسلما تكلم قلت ومن يزوجني قال أنا قلت ابنة سعيد بن المسيب يا سعيد بن المسيب الذي يخطبها الأمراء النزانة قستاتوش مفلقوات ميستيروش تأيقوا يعطات تدري لماذا لمن دوتاو قال له لأنه يريد لها صاحب الدين مثلات يدين الله ملك كامسوس لم يفلق ما نظر إلى الجاه ولا للحسب والنسب ودهابت كبر الناس زنا يريد أن يعطي تلك الأمانة أمانة يسلمها في يد أمينة تتمن أجنوا مصر كم يفلقوا قال أنا أزوجه أنا أدرها اللوالو قلت ابنة سعيد بن المسيب التي يخطبها الأمراء والوزراء فيعطبهم قال أنا أزوجه أنا أدرها اللوالو فدعا من كان في ناحية المسجد ثم قال الحمد لله زم على الحمد لله ثم قال زوجنا فلانا من فلانة زم على أجلتن كجلي قادرنا على درهمين بولت درهم زوجنا فلانا على فلانة أجلتن كجلي قادرنا بدرهمين بولت درهم ثم العقد ولولك طرت من الفرح بدست بركوين ذهبت إلى داري ودبيتي تملسكو وأنا أطير من شدة الفرح كدست يتنسى لبرد الرشاق دخلت ودبيتي وكان الوقت ساعة هاي الطلق ستلنا برد الرسكوت صمينا بركوين لما فقريا كوزينا خل قزجي فإذا بطارق يطرق الباب عند سو برين أنكواكو فإذا بطارق يطرق الباب قلت من قال سعيد عند سو برين سي أنكواكو ما الناس لو سعيد نيا فجاء على بالي كل سعيد بوستي سعيد كل ما تبين سعيد بن مسيب فما رؤية منذ عند كان تايتو هايوكو ببيتنا مسجد بستك الله أكبر منذ أربع أمات مولو إلا بين بيتي مسجدنا بيتنا نجي تايتو هايوكو تكبيرة الإحرام أمتو تايكو أربع أمات مولو يقول يلال فجاء على بالي كل سعيد بوست سعيد كل ما تبين سعيد بن المسيب سكا فتحت الباب برون سكفت سعيد بن المسيب نو لقد رجع في كلامه حصاب كأيرو على الكوين لقد رجع حصاب كأيرو على الكوين قلت لماذا أتيت؟ القدس لمن متى؟ أكان بالتصدرين كان حري بك أن تستدعيني وأنا أتقل له نبرني قال مثلك يؤتى إلي أنت أنت ويمت أبت أنت الله. إنسان زوجناك أني دارنا أنت خفت أن تبيت عازبا زاري بتشان دات تد الفران الله عند أساس بي ببتشان نتت فإذا بسواد من خلق كهالو نبرتش دفعها داخل ودبيت وقفات سقطت من حيائها كأكبرت ويتنسى ودكتش سقطت من حيائها كأكبرت ويتنسى ودكتش كزام مالا بارك الله لك وبارك عليك يهجنات ميسته الله عند يوفق أتشونا ملكم دي فتر طيق كزام ودمت أبت تملسة يقول يلال فنظرت إليها ورسوا أيو هي من أجمل النساء كالصوديا قنجو والله يا يتشارك أيني كالصوديا قنجو يتشارك ودبيتي وطاولا قربيتو تشنتها الكوتشو سعيد بن المسيب لجون درونيال زوجني من ابنته لجون درونيال بزيو للي تمام تطولين يال الناتي قرز لقلنا يهن من زينا نقروات لناتي هيدو سي نقروات على التشين والله لا تقربن والله اندات قربات إلا بعد ثلاثة أيام كسوس كانت بوها لا كالهونة حتى أزينها كما تزين العروس اسكا قيت أتدرس مش راندم بعد ثلاثة أيام أدخلت عليها كسوس كانت بوها لا ودسوا قبوا والله ما رأت والله عيني كسوا وديا قنجو يتعلم كتنا قرج
مرتبة جدا زم كانت بطروه نيت علي ورمولو عبر السنور قم الناس قدت نجيل علي يوباتا كوربوها لا ودى سعيد قراءتي اللي قلت لها الكوين وريد نوم التيرو علي ودى مجلس سعيد نوم علم فلقا لكوات كنت بل علي يسعيد علم هلو نيقال كنت بل فإن علم سعيد كله عندي يا سعيد علم هلو أنيقار علي ذهبت إلى مجلس سعيد بعد كورات بوهالا ولا سعيد هيركوين فلما رآني تبسم انداييني فقدقا على ما قرني جماعة اسكي بتاتن درس فلما انفض لك سي بتاتن نتاو ناتقا بوكو تشالكوين كيف ضيفكم انديث نتشن قدات شوالين قلت على أحسن حال بطروني تالين تشالكوت قلت على أحسن حال قال بطروني تالين تشالكوت يما يمتشن اگر كالة نقرني علي كزام حياشي دينار ستن أنت الناس ولا عند النجروش تدق أم بتالي. أين لنا بمثل سعيد؟ يتنزاري سعيد أينت؟ أين لنا بمثل هؤلاء؟ يتهلي النزي أين السوتش؟ الزنا في كل مكان. زنا بهول مبوط. يسر أمور الزواج. يسر أمور الزواج. احفظ المجتمع من الفواحش والمنكرات.